إذن إذا طلعنا على fluidic systems، the fluidic systems بتكونوا هي الكلمة العامة اللي بنستخدمها the hydraulic systems. إذا كان استخدمنا liquid اللي هو the medium of transmission. أو gas and medium of transmission. يكون هذا pneumatic system هوائي. هذول هون موانع. وهذا بيكون hydraulic. hydraulic اللي هو سائل او هيدروليكي. هذول هم النوعين المنتشرين بشكل عام. شو احد الاختلافات الاساسيه بين السائل بشكل عام بين السائل والغاز ليكويد وغاز؟ احد مباشره اهم الاختلافات او في اختلافين اساسيين بين النظامين هذول؟ حجم ممكن فيزيكال ايش؟ واحد كومبريسبلتي عاده هذا راح يكون عاده انكومبريسبل عاده مش دائما يعني بس معظم الليكويدز راح يكونوا ممكن نعتبرهم incompressible. هون عندي compressible ولذلك هون بنعتبر إذا بدي إشي أدق في التحكم بستخدم ال incompressible بستخدم ال fluid hydraulic system. ال pneumatic راح يكون عادة compressible. شيء ثاني ال hydraulic system لازم يرجع السائل عادة مرة ثانية عادة إذا كانه فعادة راح يكون هذا هون closed في حين هذا عادة راح يكون open circuit. يعني الزيت إذا كانه زيت مثلا ما بدي الزيت أخسره وروح بعد ما يعمل شغله بدي أرد أرجعه مرة ثانية حتى يعمل شيء معين عادة open circuit system. الهواء راح يروح. هذا طبعا بقدر أستخدمه أكثر في الصناعات الدوائية والغذائية. ها بديش زيت يكون في هذا فعادة هذا suitable for food industry. فارماسوتيكال لانه يعتبر انظف. هون عندي هاي باور سوتبل لانه بقدر احط عليه ضغط عالي هذا سوتبل فور هاي باور ابلكيشنز. ماشي هذا هون احد الاختلافات الاساسيه او المقدمه العامه للسيستمز هذول. ايش السوائل عادة نستخدمهم هون؟ عادة نستخدم في الهيدروليك سيستمز في عندنا مينرال اويل. مينرال اويل اللي هو جاي من البترول. في كمان سينثيتيك اصطناعي زيت اصطناعي. وبعض السيستمز الان رجعت بدات في الاول تستخدم مي. هلا صاروا يحاولوا يرجعوا يستخدموا مي. ايش ميزه المي الاساسيه على الزيت؟ ليش بفضل نستخدم مي على الزيت؟ لواحد يجي تهريب الزيت مشكله لانه الزيت ملوث يعتبر في حين المي عاده ما بنعتبرها environmental reasons. طبعا في لها مشاكل. ايش مشاكل المي؟ ايه ممكن التسريب يكون اكثر من الزيت. مش هاي الاساسيه، في مشكله اساسيه في المي. ايش؟ ممكن تغلي او عندك حراره. عاده الفريزنج اسهل التجميد. فدرجات حراره منخفضه ممكن يتجمد. في حين طبعا الزيت ايش بصير فيه لما تتغير الحراره؟ ممكن تتغير الفيسكوستي تبعته اللزوجة. ايش كمان مشكلة في المي؟ في له مشكلة ثانية مع معدن. ايش ممكن يعمل؟ ممكن يصبر. ممكن يسبب الصبر. وبعدين المي مش لوبريكنت. ايش بقول لوبريكنت بالعربي؟
مش مشحم كويس. الزيت ميزته انه بيسمح للاشياء تتحرك بالنسبه لبعض بشكل اسهل، فيعتبر لوبريكانت بطبيعته هو لوبريكانت. المشكله الاساسيه بالزيت هاي المشكله اللي هي الانفايرمنتال ريزنز. إذا صار عندك تسرب، أوكي، هاي مشاكل.